إلا فرحي وأنا فرحي. يبقى معتصم هو اللي بيلعب قدامنا. طبعاً اللي عملناه في الناس طلع علينا. هو اللي كان بيستعجل ميعاد الفرح وأنا اللي كنت برفض. نفس اللي عمله معايا. طب بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عشان ما نشكش فيه طبعاً. دي الحاجة الوحيدة اللي خبيتها عليك يا جلجل. وأنا عمري ما خبيت عليك يا حبيبي. بس هو عمره ما طلب مني فلوس، عمره ما أخد مني أي حاجة. خد الأهم يا شروت، خد مننا سر المهنة وزرع لنا جاسوس في وسطينا عشان يعرف إحنا بنعمل إيه بالظبط. لا يا جلجل، أخد مننا الأهم، أخد قلبنا إحنا الاتنين. قطع قلبه، عايز أروح أضربه بسكينة في قلبه. مش قادر أصدق، إحنا اللي ضحكنا على نص رجالة البلد، يجي واحد كده يضربنا بالخنجر يضربنا بيه ده. هو مش كل اتنين بيحبوا بعض وداخلين يتجوزوا بيبقى ليهم عيشة زوجية؟ في حجز باسم جليلة عربي حدائق. أنا خدت قرار والقرار ده أنا مش هرجع فيه. قرار إيه إن شاء الله؟ إحنا هنتجوز يوم 5/5. أنا مش هسمع حاجة تانية بعد كده. موافقة نتجوز يوم 5/5 ولا لا؟ أحب أعرفك إيش الزوجية؟ معاد تغيير الأرقام السرية النهاردة. هم رقمين، أنت بتحط رقمين وأنا بحط رقمين. لا أنا بشوفك ولا أنت بتشوفين، هنغيرهم ليه؟ لا يا جلجل معلش، دي إجراءات أمنية. أنت غيرتي نمرة الخزنة لكام؟ الخزنة؟ وأنا أظن كده كل واحد وصله حقه يا رجالة. أنا الحمد لله الفلوس الحلال عمرها ما بتضيع أبدا. مرضي يا صاحبي؟ زي الفل. تجرى انت زي ما تقولناش ان فتيحة ده بيت في المؤسسة. يا باشا انا مش عرفني عشان مع ظهر ايدي مفيش حد في المؤسسة كلها هناك يعرف انه بيبات. بعدين هو انا فين ولا فين يا كريم؟ يا كريم مش كده يا كريم، بالراحة. وبعدين يا رجالة خلاص الموضوع خلص، خلاص عدى على خير. كنا ممكن نروح في داهية وربنا ستر. يعني انت فاهم ان هم مش يتأكدوا ان انت اول واحد ورا سرقة الخزنة دي؟ ما انا هو ده اللي انا عايزه، انا عايزهم يعرفوا. على فكرة أنا بعمل كل الكلام ده عشان أحرق قلبهم. الدرجة دي محروق منهم؟ مش فكرة محروق منهم، بس أنا كده مصير الرجالة. على فكرة إحنا بقالنا كمجتمع كتير جداً عمالين نفكر في الحقوق بتاع المرأة ونسينا حقوقنا. أنا بقى برجع حقوقنا. فيها حاجة دي؟ لا مفيش حاجة، إحنا لازم نمشي دلوقتي، هتعملوا إيه؟ أنا عن نفسي ما حدش هيشك فيا، الدور والبيع عليكم أنتوا. لا أنت معلكش مشاكل. وأنت يا كريم لو حابب ترجع الشغل وبعد كده تتلكك لهم وتسيب مفيش مشكلة، إنما لو عاوز تمشي دلوقتي لازم تختفي حالاً.